مبارك لصاحب السمو هذا صاحب السمو أمير البلاد المتحدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكذلك الحكومة ولكافة الشعب الكويتي الكريم بسبب الأوضاع الصحية الحالية. هذه ديواننا ديوان البحر ونعتقد معظم الدواوين كلها سوف تغلق نتيجة الأوضاع الصحية الحالية والإجراءات اللي قاعد تقوم فيها وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة، وكذلك ما فيها الهلال الأحمر على جهوده وجهود الجميع. ونسأل الله تعالى أن يعيد شهر رمضان علينا جميعا بالخير والصحة والعافية إن شاء الله ويزيل البلاء.